مختلفة عصرا بتوقيت القاهرة، موجز لآخر الأخبار من قناة تتن. أهلا بكم. شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زكي مراسم الاحتفال بانتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، حيث قدم مجموعات من الطلبة المستجدين عرضا رياضيا تضمن عددا من التمرينات ومهارات الاشتباك والدفاع عن النفس، عكست مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقدرات عالية على التحمل باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء الكفاءة البدنية للطالب المقاتل. شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ونائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر حفل تسليم شهادات أمان ل 446 من العمالة غير المنتظمة والمسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر. وقال سعفان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد أول من أطلق حملة لرعاية العمالة غير المنتظمة عندما أطلق شهادة أمان في فبراير من عام 2018، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه أبنائها في أي وقت. استقبلت محافظة أسوان فريق رحلة طواف أفريقيا بالدراجات الهوائية من مصر إلى جنوب أفريقيا، والتي تنظمها المنظمة العالمية لركوب الدراجات سنويا بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وبمشاركة 50 دراج من مختلف دول العالم، حيث قدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ترحيبه باستضافة المحافظة لهذا الحدث الرياضي الدولي، والذي يعكس المكانة السياحية والاستراتيجية لأسوان باعتبارها عاصمة الشباب الأفريقي. نظم حزب مستقبل وطن عددا من الفعاليات والأنشطة الخدمية في مختلف المحافظات، حيث نظمت أمانة الحزب بالقاهرة معرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة الزاوية الحمراء. كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية فعالية اعتمدت على توزيع 700 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة الإسماعيلية. كما أقامت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم منفذا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، إضافة إلى فعاليات وأنشطة مشابهة بمختلف المحافظات. أعلنت محكمة بريطانية أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم طلب عمولة شخصية من بنك باركليز. وقال مدير في البنك للمحكمة أن رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري بالبنك. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف إنه تحدث مع المسؤولين التونسيين عن ضرورة العمل على عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وقال لافاروف في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي خميس الجهناوي أن الحديث مع التونسيين يأتي بعد حديث مماثل في الجزائر والمغرب، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية والتعاون التجاري بين تونس وروسيا وكيفية تطويره. أعلنت كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا أنهم سيعترفون بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا شرعيا للبلاد إن لم تجرى انتخابات خلال أسبوع. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا لبحث الأزمة السياسية في فنزويلا بعد أن طلبت الولايات المتحدة جلسة طارئة، وحيث يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الفنزويلي جورج أريزا حضور الجلسة. تم الموجز في أمان الله.